شاهدوا هذا، إنه أعمق جزء على الأرض وأقلها استكشافاً. إنه عميقاً لدرجة أنك إذا وضعت جبل إيفرست به فستبقى قمته تحت الماء. إنه خندق ماريانا الذي يقع غرب المحيط الهادئ ويبلغ أقصى عمق معروف له 11,000 متر، وأنت الشخص العادي تتوق لمعرفة ما في الأسفل. لقد سئمت مشاهدة الأفلام الوثائقية عن خندق ماريانا فتقرر الاطلاع عليها بنفسك، لكن ليس لديك بدلة خاصة ولا غواصة، لديك فقط خزان هواء وطوبة ربطتها بساقك. خذ نفسا عميقا وانطلق للغوص. أنت الآن على عمق 1.5 متر ولا تشعر بأي شيء غير عادي. هذا هو العمق الذي قد تصله حين تقفز في بركة السباحة أو حين تسبح على الشاطئ لمشاهدة الأسماك النادرة. لن يسبب لك عمق 1.5 متر أي إزعاج، وستشعر براحة تامة، لكن يشدك الطوب للأسفل وسرعان ما تجد نفسك على عمق 10 أمتار. تبدأ هنا بالشعور بالمشكلة الأساسية للغوص بعمق كبير. كلا، ليست أسماك القرش الجائعة التي تنظر إليك، إنه ذاك الكراكن. في الحقيقة لا، التهديد الرئيسي هنا هو الضغط. تشعر على سطح الماء بدرجة واحدة من الضغط، ويتضاعف هذا الضغط على عمق 10 أمتار. لا تقلق، أنت في أمان الآن، لكن قد تشعر بشيء مزعج في طبلة أذنك. يرجع هذا لأن الضغط يؤدي لانضغاط حجم الهواء الموجود في جسمك، وهذا ما ستشعر به في أذنيك وجيوبك الأنفية ورئتيك. لكن الجيوب الهوائية في جسمك مرنة بما يكفي لتحمل عمق أكبر، لذا تواصل النزول للأسفل. 20 متراً تحت الماء، الظلام حالك هنا بالفعل، ويزداد هذا الشعور المزعج مع زيادة الضغط. وإن لم تكن غواصاً متمرساً ستبدأ بالشعور بألم في أذنيك. سيقل الآن حجم رئتيك 3 مرات، وإذا انهارت الأكياس الهوائية الموجودة في رئتيك ستدخل فقاعات الهواء إلى دمك، وقد تتعرض لجلطة أو لسكتة دماغية. لقد وصلت إلى عمق 30 متراً، وهذا أقصى عمق يصل إليه الغواصون للاستجمام. أنت بحاجة لأن تكون على قدر عال من التدريب والخبرة المثلى للتكيف مع ضغط يفوق الضغط المعتاد 3 مرات. إلى جانب ذلك ستشعر بعرض جديد، التخدر بالنيتروجين. يتكون الهواء الموجود في جسمك من 78% من النيتروجين و 21% من الأكسجين، وعند التعرض لضغط عال يبدأ النيتروجين بالتأثير السام على الجسم. ستشعر حينها بدوار خفيف وضيق في الرؤية وضعف في الذاكرة وإثارة وبهجة غير مبررة. يمكن للتخدر أن يسبب هلوسة بصرية وسمعية، ويجعل الغواص يفعل أشياء غريبة كالرقص مثلاً. أجل، قد تكون الرقصة الأكثر غرابة في العالم. لكن يمكن للتخدر أيضاً أن يؤدي لعواقب أسوأ، فقد يظن الغواص أنه قادر على التنفس ويستنشق الهواء دون معدات. لتجنب ذلك يستخدم الغواصون خليط غاز بأكسجين أعلى ونيتروجين أقل للوصول إلى عمق أكبر. لا تزال متمسكاً بالغوص وتجد نفسك على عمق 60 متراً. هنا حتى الأكسجين العادي يصبح ساماً، هذا لأنك تستهلكه 7 أضعاف ما اعتدت عليه. يمكن للتسمم بالأكسجين أن يسبب نوبات صرع. إن لم يكن هناك غواصون محترفون بالقرب منك لتقديم المساعدة، فقد تكون في مأزق حقيقي. لتجنب التعرض لهذا التسمم، يمكنك إضافة الهيليوم في خليط غازات الغوص، لكنه ليس لجعل صوتك مضحكاً. نظرياً، عند إضافة الهيليوم إلى الخزان، سيتمكن الغواص من الوصول إلى عمق 300 متر. هاي، لقد وصلت إلى عمق 214 متراً،
وهذا هو الرقم القياسي العالمي للغوص الحر. تمكن هيربرت نيتش من الوصول إلى هذا العمق دون أي معدات خاصة بنفس واحد. أعلم أن هذا غريب، لكن كان من السهل عليه الوصول إلى هذا العمق لأنه لم يستخدم مخلوط الغاز في خزان الهواء ولم يتعرض للتخدر. وتقديراً لإنجازه حصل على لقب أعمق رجل على وجه الأرض، وعام 2012 وصل إلى عمق 253 متراً، لكنه أصيب بجراح خطيرة في هذه العملية. على ارتفاع 253 متراً يجب أن تنظر من حولك، فقد تصادف غواصة لأنها تتحرك على هذا العمق، لكننا وصلنا إلى الحد الأقصى، آخر بضعة أمتار، وسينتهي غوصك بشكل سيء. لكن نعلم أن بإمكان الناس تحمل المزيد من الضغط. أجريت العديد من التجارب للعثور على الحد لقدرة الإنسان على الغوص باستخدام غرف خاصة تحاكي ظروف الغوص العميق. من الناحية النظرية يمكن للإنسان أن يتحمل عمق 500 متر، لكن سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً للوصول إلى السطح من هذا العمق بسبب الحاجة إلى تخفيف الضغط. أثناء الغوص يتراكم النيتروجين والهيليوم والغازات الأخرى بأنسجة الجسم والدم تحت ضغط مرتفع. تحتاج هذه الغازات بعض الوقت لتغادر جسمك بشكل طبيعي من خلال رئتيك. إذا وصلت إلى سطح الماء بسرعة كبيرة، ستتحول هذه الغازات إلى فقاعات وتدمر الأوعية الدموية وتعيق تدفق الدم. لذلك يجب على الغواصين التوقف وهم في طريقهم إلى السطح للتسكع فقط وتنفس النيتروجين. يفضل أن تحضر كتاباً. أحياناً يكون من الضروري قضاء شهر كامل في غرفة خاصة لتخفيف الضغط لتجنب العواقب المروعة. تحتاج إلى معدات خاصة للغوص بأمان في الأعماق الكبيرة. تستخدم بدلة الغطس الهوائية في الغطس الطويل في المياه العميقة حتى 700 متر. إنها كغواصة صغيرة يمكن لأي شخص ارتداؤها. لا حاجة للقلق بشأن المعاناة من الانضغاط أو تخدر النيتروجين، لأن الضغط في البدلة يساوي 1 وحدة ضغط جوي في جميع الأعماق. عدا ذلك، فلن تكون بحاجة حتى لأن تكون غواصاً متمرساً لاستخدام هذه البدلة، لكنها قد تسبب لك رهاب الأماكن المغلقة. الآن ماذا لو أردت التعمق أكثر؟ لهذه المهمة ستحتاج إلى غواصة. إنها ترايتون 6600 على 2، وهي غواصة خاصة قادرة على الوصول إلى عمق 2011 متراً. لكن العيب الوحيد بهذه الغواصة ثمنها البالغ 5.5 مليون دولار. لكن لنفترض أنك تملك هذا المال واستخدمت ترايتون 6600 على 2، هل يمكنني الذهاب معك؟ رائع، ها نحن بأقصى عمق لها. هل وصلت إلى وجهتك؟ في الواقع أخشى أنه ليس كذلك، فأنت بحاجة للنزول أعمق من هذا العمق بست مرات. للأسف الوصول إلى قاع خندق ماريانا غير ممكن إلا باستخدام الروبوتات. إذن يمكن لجسم الإنسان تحمل ضغوط هائلة، وذلك لأن الجسم يتكون من 70% من الماء. إلى أي عمق يمكن أن يصل الإنسان دون أن يتعرض للأذى من الضغط؟ يبلغ هذا العمق للإنسان 35 كيلومتراً. تنكسر عظام الإنسان عند 11,158 كيلوغراماً لكل بوصة مربعة، أي أن العمق الذي سيسحق هيكلنا العظمي يبلغ حوالي 35 كيلومتراً. صحيح، أعتقد أن عيناك ستخرجان من رأسك أولاً، لكن الكائنات الحية موجودة تحت هذا العمق. تعيش سمكة ماريانا الحلزونية على عمق يصل إلى 7930 متراً. يستطيع جسمها تحمل الضغط العالي بشكل مذهل. لقد اختارت هذا العمق موطناً لها لقلة عدد الحيوانات المفترسة هناك ولشعورها بالأمان. يمكن أن يصل طولها إلى 28 سنتيمتراً وتزن أقل من نصف رطل.
يتكون نظامها الغذائي من القشريات الصغيرة التي تزحف في قاع المحيط. دعونا نتعمق أكثر. تقترب الآن من قاع خندق ماريانا. هذه المياه شديدة البرودة، فلم تصلها أشعة الشمس إطلاقاً، لكن رغم ذلك توجد حياة وسط هذا الظلام. نحن بحاجة فقط لإمعان النظر. تعيش هنا البكتيريا وفطر الخميرة. فاجأ هذا الاكتشاف العلماء، لأنهم كانوا يظنون أنه لا يوجد كائن حي قادر على البقاء على قيد الحياة في مثل هذه الظروف. ربما تتغذى هذه الكائنات الدقيقة على جزيئات فضلات الحيوانات والغبار الذي يسقط إلى القاع. فتح هذا الاكتشاف آفاقاً جديدة للعلماء وحفزهم على استكشاف أعماق المحيطات. والآن دعونا نعود إلى السطح. واو، يا لها من رحلة! حتماً بعد هذه التجربة لن ترغب بالغوص مرة أخرى دون استعداد. في البداية تدرب على حبس أنفاسك تحت الماء في حوض الاستحمام، واحذر من الكراكن. هناك الكثير من السمك في البحر، بعضه يبدو تماماً مثل نيمو أو دوري. ثم هناك سمكة الفراشة وأسماك الجوبي الفاخرة، وهي في الواقع رائعة حقاً. ثم هناك ما هذا الذي على الأرض؟ بالتأكيد لن أدفع مقابل تجربة الغوص لرؤية هذا. تحمل سمكة أبو الشص اسماً غير رسمي، وهو أبشع حيوان في العالم، لكنني لن أجرؤ على نقل هذا الخبر إليها. هناك أكثر من 200 نوع من أسماك أبو الشص تسبح حالياً في مكان ما في الأعماق المظلمة للمحيطين الأطلسي والقطب الجنوبي، حتى عمق ميل واحد تحت السطح. بعضها يفضل ظروفاً معيشية مختلفة، البيئات الاستوائية الضحلة. تختلف أسماك أبو الشص في الشكل والحجم، من شيطان البحر الأسود الشهير إلى سمك الضفدع وسمك الراهب وسمك كرة القدم وسمك الإوز وسمك الخفاش والضفدع البحري. الأكبر حجماً يمكن أن يصل طولها إلى نصف طول سرير كامل الحجم، ولكن طول معظمها أقل من قدم. نظراً لأن اختيار الوجبات التي تعيش عليها هذه الأسماك ليست كبيرة جداً، كان عليها أن تلجأ إلى استراتيجية صيد فريدة. إنها لا تضيع طاقة حياتها التي لا تقدر بثمن في متابعة الفريسة المحتملة، وبدلاً من ذلك تستخدم قطعة من العمود الفقري الظهري تلتصق فوق أفواهها مثل قصبة الصيد. ومن هنا جاء اسم السمكة. يوجد كيس من البكتيريا المضيئة بيولوجياً، والذي يتوهج بشكل ساطع في الظلام في نهاية هذا القضيب. يجذب الضوء الفريسة، وكل ما على سمكة أبو الشص أن تفعله هو الانتظار ثم الاستمتاع بغذائها الذي يصل إلى فمها مباشرة. أجسادهم مرنة وضخمة، لذا يمكنهم بسهولة ابتلاع فريسة ضعف حجمها. تأكل أسماك أبو الشص في أعماق البحار كل ما يمكنها العثور عليه. الأنواع التي تعيش في المياه الضحلة ليس من الصعب إرضاؤها أيضاً، ويمكنها تناول أي شيء بدءاً من الروبيان وحتى القواقع والأسماك الصغيرة. على الرغم من ذلك، تتمتع أنثى أسماك أبو الشص فقط بميزة صنارة الصيد الرائعة، فماذا عن ذكورها؟ العثور على رفيق الروح في أعماق البحر ليس بالأمر السهل، أعني حرفياً أنه لا يوجد ضوء هناك. بالإضافة إلى ذلك، هناك درجات حرارة شديدة البرودة ومستويات منخفضة من الأكسجين. لا تستطيع أسماك أبو الشص أن تذهب في مواعيد عديدة في تلك الظروف، لذا فهي تتزاوج مدى الحياة. وقبل أن تنبهر بهذا الأمر، يجب أن أخبرك أنهم يفعلون ذلك بطريقة خاصة تماما. ذكور أسماك أبو الشص أصغر بكثير من سيداتها. التناقض مذهل للغاية، لدرجة أنه عندما اهتم الباحثون لأول مرة بحياتهم العاطفية اعتقدوا أن هؤلاء الذكور هم في الواقع ذرية أو يرقات تتسكع بجوار أمهاتها. لدى بعض أنواع ذكور أسماك أبو الشص مستقبلات تنبهها إلى وجود أنثى قريبة. بعد التزاوج يعض الذكر امرأته ويظل ملتصقا برأسها وبطنها وبالقرب من ذيلها والمناطق الأخرى التي يمكنه الوصول إليها. وبينما يتحولان معا إلى الأبد، تحصل أنثى السمكة على خلايا الذكر والحمض النووي والأعضاء التناسلية، ولكنها تفقد خلايا الاستجابة المناعية. يحصل الذكر على سكن وتغذية مجانية ودائمة،
وبالنظر إلى أسعار العقارات الحالية يبدو الأمر وكأنه حلم، لكن هذا السكن يتقاسمه ما يصل إلى 8 ذكور ولا يمكنهم الخروج إذا رغبوا في ذلك. من غير المحتمل أن تقابل هذه الأسماك التي تعيش في أعماق البحار في الحياة الواقعية، ولكن إذا قابلت سمكة أبو الشص في لعبة الفيديو المفضلة لديك تذكر أنه يمكنك التفوق عليها بسهولة وجعلها أكثر لطفا بالنسبة لك باستخدام السهام المهدئة. بمجرد أن تصادقها يمكن لسمكة أبو الشص أن تكون مستكشفا وتساعدك على استكشاف مناطق جديدة من خلال كبسولاتها المضيئة بيولوجيا. بالعودة إلى العالم الحقيقي، في منطقة الشفق في المحيط سمك أبو الشص ليس المخلوق الوحيد الذي يعيش فيه، من حسن حظك أنك ربما لن تلتقيه أبدا. يبدو العديد من السكان المحليين وكأنهم خرجوا مباشرة من أفلام الخيال العلمي أو أفلام الرعب، ولكن ذلك لأنه كان عليهم التكيف مع هذا العالم المظلم والعميق. لقد بذلت قصارى جهدي لإعدادك لمواجهة المخلوقات التي ستقابلها، بدءا من الفانك توث، يقضون معظم حياتهم في الأعماق ولكن في الليل يتحركون نحو السطح لتناول وجبة خفيفة. هؤلاء الرجال أكثر نشاطا من معظم سكان أعماق البحار الآخرين، إنهم لا ينتظرون وصول الطعام إليهم بل يتبعونه في الواقع ثم يحصلون عليه بأسنانهم الطويلة الجائعة. ليس لديهم مصباح كهربائي مدمج مثل أسماك أبو الشص، لذا فقد امتلكوا حاسة شم رائعة ويستخدمون أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس للوصول إلى هناك في العمق للتجول. في بعض الأحيان يكون ظل الفريسة المارة كافيا بالنسبة لهم للتبديل إلى وضع الحركة، وعلى الرغم من أنها لا تبدو ساحرة للغاية إلا أنها غير ضارة تماما للبشر إذا واجهت أحد هؤلاء الأشخاص. يبدو ستوب لايت لوز جو مثل اسم رائع لفرقة بديلة، لكنه في الواقع مقيم آخر في أعماق البحار وله عادات صيد خادعة تحتوي على حاملات ضوئية خاصة تنتج الضوء تحت كل عين، إنها تنبعث منها الضوء الأخضر والأحمر مثل إشارة التوقف، ومن هنا جاء اسم السمكة. على عكس الأسماك الأخرى نادرا ما تغادر هذه الأسماك منطقة الشفق ومناطق منتصف الليل. يبلغ طول الفك السفلي ربع إجمالي طول الجسم ويبقيه ضوء التوقف مفتوحا طوال الوقت على أمل الحصول على بعض الغذاء. يبدو وكأنه حيوان مفترس شرس، ولكنه يفضل في الغالب العوالق الحيوانية مع حلوى عرضية من الجمبري والكريل والأسماك. أنا متأكد من أنك لم تتوقع أن تقابل هجينا من ثعبان البحر والطائر، ولكن ها هو ذا. ثعبان البحر النحيف له منقار يشبه إلى حد كبير منقار الطيور مع أطراف منحنية، وقد تم تجهيز المنقار بأسنان معقوفة صغيرة تستخدمها الثعابين للقبض على قرون الاستشعار الخاصة بالروبيان اللذيذ. ومن المؤكد أنه نحيف ويمتد حتى 5 أقدام ويزن 4 أوقيات فقط. لا يعرف العلماء كل أسرار هذا المخلوق لأنه من الصعب جدا دراسته في بيئته الطبيعية، ولكن يبدو أنه فقط ينتج ذرية مرة واحدة في العمر ثم يموت. مخلوقات الحبار الزجاجي تحب أن تأخذ الأمور ببساطة في الحياة وتسير مع التيار حرفيا. إنها مملوءة بمحلول كلوريد الأمونيوم وهو أخف من الماء، لذلك لا يتعين عليها بذل أي جهد للتنقل في أعماق البحار بحثا عن الطعام والشركاء. تتميز هذه المخلوقات بالشفافية، لذا فهي تمتزج مع أي منظر طبيعي ولا تلقي حتى الظل أثناء التحرك. نتحدث عن تكتيك رائع للبقاء. إذا وجده الخطر على أي حال فإنه يمكن أن يتحول إلى كرة متكتلة تدفع رأسها ومخالبها إلى تجويف الوشاح، ويمكنها أيضا إطلاق الحبر في الوشاح ويتحول من اللون الشفاف إلى اللون الأسود. نفس الحبر يمكن أن يحميها من الحيتان والطيور البحرية الجائعة. هناك تكتيك آخر تستخدمه لتخويف الحيوانات المفترسة، وهو تنشيط أعضائها الباعثة للضوء حول أعينها. بدأت أشعر بالجوع، ربما يمكنني تناول وجبة خفيفة من خيار البحر هذا. أوه، إنها تتحرك، لذلك أعتقد أنها لا تنتمي إلى السلطة. بعد كل شيء، يعيش هؤلاء الزملاء ذوي الأجسام الرخوة في جميع أنحاء المحيط، من المياه الضحلة إلى العالم العميق تحت الماء. يتحرك معظمها ببطء بأقدامها الصغيرة، لكن بعضها يزحف عن طريق ثني أجسادها. يمكن لخيار البحر أن يتخلص من أعضائه الداخلية عندما يقترب حيوان مفترس. هذه الأعضاء اللزجة تشتت انتباه الدخيل، ويتحرك الخيار السعيد وتنمو أعضاؤه مرة أخرى.
ما هذا الذي يلمع من بعيد؟ يبدو أن شخصا ما أسقط الأحجار الكريمة في الماء. هذه ياقوتة البحر، والمعروفة أيضا باسم أجمل حيوان لم تره من قبل. يمكن لبعض الذكور من هذا النوع من مجذافيات الأرجل تغيير اللون من الأزرق الداكن إلى الأرجواني أو الأحمر أو الذهبي، وبعد ثانية واحدة تختفي ثم تعود متلألئة. سر هذا السحر هو أن أجسامها شفافة وتعكس الضوء بشكل مختلف عند زوايا معينة. يبدو أنها طريقتها في التواصل بين بعضها البعض وجذب الأصدقاء. لا تمتلك أنثى ياقوتة البحر نفس القوة الخارقة، لكن أعينها أكبر حجما مقارنة بالذكور، وربما يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة. يتجول الذكور بحرية، وتقيم سيداتهم في قصور كريستالية بها قنديل غريب على شكل برميل يسمى سالبس.